مجلتنا التفاعلية ميديا تيك. نصحبكم في هذا العدد مع مختلف صفحاتنا وعناويننا لهذا الأسبوع: إحصائيات وأفلام وتدوينات وأخبار تقنية وأخرى تثقيفية، إضافة إلى مقابلة مع شخصية العدد لهذا الأسبوع وبقية الفقرات بإذن الله. أدوات التعبير والتواصل مع الآخرين في هذا العالم متعددة ومختلفة وتتطور يوميا بتطور التقنيات الجديدة وظهور حاجات لدى المستخدمين، ومن بين أهم هذه الأدوات التعبير بالكتابة عبر الحروف بمختلف اللغات. فقرتنا التعليمية اليوم إطلالة على تاريخ التايبوغرافي عبر العصور نتابع. لقد بدأ الإنسان قديما بتحويل الأصوات التي ينطقها إلى خطوط أو نقوش للتعبير عن أفكاره. لتطور الكتابة والأحرف مع تطور الثقافات وتظهر قواعد الخطوط والكتابة، وحديثا ومع الثورة التقنية اتخذ مجال التيبوغرافي منحا جيدا مع ظهور الكمبيوتر، حيث فتح المجال أمام استخدام الحرف في كل مجالات الحياة من اللوحات الإرشادية والإشهارية مرورا بالشاشات والأجهزة وصيان الصحف والمجلات والكتب. ففي كل عام تنشر المطابع ما يزيد على 30 مليون كتاب في سوق تزيد قيمتها على 100 مليار دولار، وينشر المتصفحون يوميا ما معدله 50 ألف كلمة على الفيسبوك. ويعتبر التيبوغرافي الذي يمكن أن نعرفه بأنه الفن الذي نشاهده مع كل حرف نقرأه يعتبر أحد فنون التصميم الأساسية، إذ يهتم بشكل الحرف وسمكه ونوعه وحجمه في الإطار، ويصممه الفنانون بناء على الخطوط القديمة ليجعلوها قابلة للاستخدام على الكمبيوتر، كما يطورون خطوطا إبداعية جديدة مراعاة للاستخدامات المحتملة للخط، كما تستخدم الخطوط الكمبيوترية في الملتيميديا والمطبوعات والشعارات وغيرها. نشرت جامعة نورث ويسترن في قطر نتائج استطلاع قامت به في الفترة الماضية، وبين الاستبيان الذي شمل 10,000 مشارك في الدول العربية بين الكثير من البيانات والمعلومات حول استخدام وسائل الإعلام والتفاعل معها ومدى مصداقيتها في المجتمع العربي. الزميل أحمد ولبا في إطلالة سريعة على بعض هذه الأرقام. المصداقية والاستخدام ونوعية التلقي أمور من بين أخرى شملها استطلاع فرع جامعة نورث ويسترن في قطر، ويختلف الذين شملهم الاستطلاع حول تقييم المصداقية في وسائل الإعلام. ففي حين ترتفع المؤشرات في الأردن والسعودية والإمارات وقطر، تنخفض في تونس ولبنان ومصر والبحرين بمعدل متوسط. ف48 يثقون بمصداقية وسائل الإعلام، و22 لا يثقون، و31 صوتوا بالحياد. واهتم الاستطلاع باستخدام العربي للمواقع والصحف والتلفزيون، حيث بين المعدل الوسطي أن 84% يعتمدون على الإنترنت في الحصول على المعلومات، في حين تأتي القنوات التلفزيونية ثم الصحف الورقية بنسب أقل. وحول الإعلام الإلكتروني واستجابة المستخدمين له والثقة به، تستخدم وسائل الإعلام موقع الفيسبوك بنسبة 94%، في حين يستخدم تويتر بنسبة 52%، وتأتي مواقع الجوجل بلاس والإنستغرام واللينكد إن بنسب أقل. كما أوضح الاستبيان الذي شمل 10,000 مشارك من 8 دول عربية أن نسبة 61 تشجع تمكين الجمهور من التعبير عن رأيه بغض النظر عن طبيعته، بينما ترى النسبة المتبقية أنه يجب ضبط الاستخدام الإنترنت أكثر. كما أفاد الاستطلاع إلى أن نسبة كبيرة من المستخدمين يدلفون إلى المواقع والأخبار من خلال الأجهزة اليدوية واللاسلكية. وصلنا إلى ركن الفيسبوك، حيث التفاعل والنقاش وعرض مختلف الآراء والقناعات إطلالة متنوعة على مختارات من تدوينات المشاركين، إضافة إلى تعليقاتكم حول نقاش الحلقة في الأسبوع الماضي مع الزميل محمد حيدر أمية. شكرا جزيلا، ومع تدويناتكم لهذا الأسبوع، حيث كتب المدون محمد لمين الفاضل عن الوطنية قائلا: يثبت المواطن البسيط العادي بأنه في كثير من الأحيان أكثر وعيا ونضجا ووطنية من المواطن الذي ينتسب لما يسمى بالنخبة. فيما كتبت فاطمة تمامون في تدوينة لها تقول: يجب على الحكومة أن تصبر علينا، نحتاج وقتا لنتقبل أن زعيم المعارضة لم يعد ولداده، وقتا لنتعود على ويكند الجديد، وربما نحتاج عمرا لنقتنع أن حب الوطن هو ما دفع بالرئيس ووزرائه وكبار موظفيه إلى كناسة بالغ. المدون لحبيب الشيخ محمد كتب على صفحته:
حجم التعاطف مع مأساة حراس الزويرات الممنوعين حقهم والممنوعين من دخول العاصمة لمطالبة الرئيس بحقهم يزداد ولله الحمد، وكم التبرع لهم وإغاثتهم بما يحتاجونه من خيام وأغطية وماء وأكل يبعث عندي أملاً في أننا يمكن لو أردنا أن نطور التجربة لتكوين منظمة مستمرة وباحثة دوماً عن المظلومين لتشجيعهم والوقوف بجانبهم حين يطالبون بحقهم. وعن التعليم في البلد كتب علي الشيخ قائلاً: في الحقيقة بدأ التعليم يتقدم إلى الأمام، وذلك بدمج التربية الإسلامية وزيادة ضاربها. فيما كتب محمد محمود محمد أحمد: في ظل عدم الاكتراث بتدريس اللغات الوطنية فإن تاريخ موريتانيا سيبقى تواريخ ومجتمعات منفصلة ثقافيا واجتماعيا. وعن القنوات التلفزيونية المحلية كتب علي شيخنا منتقدا لها وواصفا أشرطة القنوات الوطنية بأنها تشبه حائط الثانوية العربية أخبارها قديمة. صوفيان تهاخ كتبت عن عوامل الوحدة الوطنية قائلة: الوحدة الوطنية بشروطها ومن أولها إصلاح الحكومة. حكومة فاسدة دور تفسد السياسة والاقتصاد والصحة والتعليم، وهذه الدولة فسدوا فيها، انتشرت فيها العنصرية والتطرف والمتاجرة بالإنسان. وكتبت سالمة الشيخ الولي حول التظاهرات الأخيرة: وجود ظلم لا يبرر عصيان السلطات وإثارة الفوضى. الاحتجاج السلمي حق مشروع في إطار الوطنية للعرقية والفئوية. كلنا ضد الاسترقاق والإقطاعية، لكن ما لا نقبل به هو ركوب القضايا لأغراض خاصة. وعن تحرير الأقصى كتبت ذات المعالي: كيف تقدر الشعوب أن تحرر الأقصى وهي عاجزة عن تحرير نفسها من استعباد الطغاة؟ في نقاش هذا الأسبوع طرحنا على صفحتنا التفاعلية موضوع الهجرة للخارج، وتساءلنا ما جدوائية تلك الهجرة وأسبابها وكيف تؤثر على التنمية والتطوير في البلد. سيدي عبد العزيز علق قائلاً: لازلنا نبحث عن الكلاء. بهذا فسر أحد مثقفين الرقم المهول لعدد المهاجرين من بلادنا والذي لا يتناسب والتعداد السكاني للبلد. الحقيقة أننا لازلنا كما أجدادنا، لا تربطنا تلك الصلة الكبيرة بالأرض. الشيخ الدين علق بأن الهجرة أصعبها بالنسبة للوطن هي هجرة الأدمغة، فهي التي تنتج عن عدم مبالاة الدولة بالطبقة المثقفة التي لن تجد بعد ذلك حلا سوى الهجرة. لهذا فعل الدولة أن تهتم بالعلماء والمهندسين وأصحاب التخصصات النادرة. أما بقية أنواع الهجرة فلا أعتقد أن لها تأثيرا كبيرا على الوطن. فيما كتب لرباس محمد في تعليق له أن جدوائية هذه الهجرة تكمن في الحصول على رأس مال يسمح لصاحبه بالعيش بكرامة. أما عن الأسباب فهي غياب استراتيجيات وطنية للتشغيل وسيطرة للمحسوبية والجهوية والقبلية على الموجود من فرص العمل مع قلته. أما عن آثارها على التنمية فهي تستنزف الشباب والمواهب. وعلق مرتضى السالم قائلا: إن الفقر في الوطن غربة والغنى في الغربة وطن. ومن ضمن دوافع الهجرة كذلك يقول الحسين الشنقيطي: حين نتكلم عن الأسباب الاجتماعية فنحن طبعا شعب معروف بالاتكالية، فأنت لست مسؤولا عن نفسك وأهلك فقط، فكل من له صلة بك يريد منك منفعة، أهل زوجتك وأقرباؤها وأبناء عمك وأبناء خالك إلى آخره. لذلك حتى وإن وجدت وظيفة في بلدك لن تغطي لك هذه الاحتياجات كلها. ولا ننسى طبعا تلك العادات السيئة حين تريد الزواج التي ينفق فيها الكثير والكثير من المال. فيما علق باه باه قائلا: لا أعتقد أن الدولة سبب في هجرة الشباب، فهجرة الشباب أمر طبيعي ويحدث في كل الدول، ومن أهم عوامله الطموح الزائد عند الشباب والبحث عن الثروة. عودة إليك الزميلة أمامة. يقول المختصون والمهتمون بالمجال السينمائي إن بلادنا لا زالت غنية بالمواضيع والمعالجات حول مختلف المجالات في ظل الواقع الذي نعيشه يوميا، وهو ما جعل عشرات الهواة والمخرجين ينتجون أفلاما متعددة حول هذه المواضيع. في إطلالتنا السينمائية اليوم اخترنا لكم فيلما تسجيليا أنتجته دار السينمائيين ضمن برنامج هل تتكلم لغة الصورة في عام 2010، فيلم عشوائيات في الظل من إخراج سيد محمد والحمزة. نتابع.
شغلة القردي إن حد يجيب لي يقبضني بلي دي التراب اللي هي ويجيرني فيها ويطرح لي ماتريال ونتم لي هني توفدع. القردي ب 20,000 للشهر ولين فوتنين توفى هاي القردية لا تحول لبليدة هاني أخرى منقود فيه. المبار هو مسكني وهاي هي حياتي وهي صيفتي وهي شغلتي. سمعت عايش فيه عندي شمل عيال وقت الرد قد وقت قرضي وقت مرة وقت الرشين نجيبوا له وقت مرة وهي حياتي ما في كراه ولا فيه الماء ولا فيش. لأن حكم لأن نقرضن حكم عندهم هو ما هو قال نقرضين تون عندهم اللي المولعي ويعود عنده شقنا من الحين ليش ما أظن إحنا مولي نقرضين هنا اللي المولي نقرض. قال شو نطرح طوابل عندهم مولي ما عندي شيء حكم للطوابل بعيت نبر من حد ودخل منه 2000 والله لازم مولي اللي الخايمة في الناس وتمنع البسام واللي بيجي نعد البيش وعاني مولي لكن مولي جهة أخرى مولي نعد لها أنا مولي نعد قام قرد يرعيني قام يعني حكم ما يصيب نقول الشق البندانة والله ما يصيب لها بقى ترك الصلاة لا عاهم مولي يمرضوا مولي مداومهم مولي ويطيحوا مولي في السامير والله مولي تقبعهم الحمام قصبهم الطب مولي يعصوا عليهم ولي من الدساخ ولا كان وطاخل قلت لنا صلى علي المرضى وحدها اللي ايش يعني طفيل وطاح من بالك ونقلع على بعد الحمد لله وصدقونا ملان لا يمشوا فعلا يقبض صارت عياوي راوش من بعض يكبوا يا وقع ما راعوا لا يمشي يجيبوا شي من حشد الشيات وين يجيهم ما يصرحوا معناته يتم يلعبون ينطرح لقضى قص والدهم يجيبوا قطعوا طالي شوي يجيبوا يلحقوا له شي من لقضى يردهم اللي شايتهم يلعبوا هون يجي الليل يطرحوا راس ترك الله اللي نختار ندخلهم المدرسة نختار معدو يقراوا ينفعوني يعني ينفعوا راسهم ولي ينفعوا حد من التشاوي ينفعوا راسهم توعدوا في شقله والله يعودوا بعد شي مفادي منه. لا ياكل فوقاني هو اللي نبقي لهم لا ياكل فوقاني من فوقاني من العمل هو اللي نبقيهم يعودوا فيه. جينا هون جبنا هون القرض جينا انشاء ما ادري شنو كنو نطيبوا اللعبة شو من الدلقان هذا ونصبوا اليه الماء للشاشره يسكن وانا الكبير قال الحمد لله حاكم جوفي عن قد الشيء الي البكي وقت جابرين شيء شاشر يوكل وقت انا جابرين شيء يقبلوا مار وهاي يصبوه في الماء يعدلوا سريها وقت ما يجبروا الدلقان ما عاد يتطع ما عاد يسب انشاء اطيحنا من السماء واحد يبات في الليل انا بات في الليل بلا شيء الشاشة اللي بات في الليل ذاك شيء شو ننمى من جانا قال انا نعطيكم 20 دور صيفا عيش بها ايام انا ما عندي حيوان لا انتم قاعد نبيعوا نعيش منه عندي الله الشغله دي انتم ما حد فيني لكن نموت والله نحن
هذا ينقص ما نعرف لك هذا ينقص ودرس مرفوع ونبات مرفوع لين اعرف نهار اللي توفى فيه الاتباع مزلت هون لين اعرف ياك البيت يمشي في بداية هذا القرن وقبل سنوات قليلة كان استخدام الهواتف غالبا من أجل التواصل مع الآخرين عبر المكالمات والرسائل فقط، ومع التطور المتسارع للتقنية وانتشار أجيال جديدة من الهواتف والتطبيقات المتعددة المهام أصبح للهواتف خدمات أكبر وتدخلات أكثر بحياتنا وتواصلنا مع الآخرين. في فقرتنا التقنية لهذا العدد يصحبنا الزميل محمد عبد الرحيم في إطلالة على تطبيقات الهواتف الذكية نتابع. منذ أول ظهور فعلي للهواتف الذكية في عام 2007 وحتى اليوم بات المستخدمون يتعاملون مع برمجيات خاصة لأداء مهام معينة عبر هواتفهم، وتلك البرمجيات التي يتم تطويرها وتصميمها من طرف من يعرفون بالمبرمجين أو developers هي التطبيقات التي نستعملها في هواتفنا الذكية للتصوير أو المراسلة أو التصفح أو القياس أو البحث أو حتى الترفيه. ويقدر العدد الإجمالي للتطبيقات في متجر آيتيونز الخاص بشركة أبل ب900 ألف تطبيق تشمل تقريبا كل مناحي الحياة التي باتت التقنية قادرة على المساعدة في تسهيلها. كما يضم متجر بلاي ستور لشركة جوجل أكثر من 800 ألف تطبيق تتنوع هي الأخرى بين مجالات كثيرة يتم تصنيفها حسب تقييم المستخدمين. أما نظام ويندوز فون فيقدر عدد التطبيقات التي يشغلها ب100 ألف تطبيق مقابل 120 ألف تشغلها منصة بلاك بيري. ويقدر المراقبون لتطور سوق التطبيقات أن أكثر من 2500 تطبيق يتم إضافتها يومياً إلى سوق بلاي الخاص بنظام أندرويد، مع وجود عشرات التطبيقات التي تم تحميلها أكثر من 100 مليون مرة. وبالتطور المستمر للهواتف الذكية يجد المستخدمون أنفسهم دائماً أمام أفكار جديدة لتطبيقات مختلفة تساعد أكثر وأكثر على تسهيل حياتهم اليومية دون الحاجة للرجوع إلى الكمبيوتر. وغير بعيد عن عالم التطبيقات نفتح ركن شخصية العدد الذي نستضيف فيه شخصيات إعلامية وفنية تساهم في تطوير المجالين الإعلامي والتقني محليا. ضيفنا لهذا العدد هو مهندس معلوماتية ومبرمج تطبيقات على الهواتف الذكية المهندس عبدي واليعقوب، التقاه فريق البرنامج وأجرى معه اللقاء التالي. عليكم عبدي واليعقوب والعبد الله، مهندس في المعلوماتية وبرمجة التطبيقات على الهواتف الذكية. لي تقريبا سنتين جيت هنا الموريتان وكنت مهتم بهذا المجال اللي قالوا التطبيقات على الهواتف الذكية. قعدت شاركنا في عدة مسابقات وبدأ ذا الاهتمام له من 4 سنوات، وكنا عضو مؤسس في موقع قالوا موري أندرويد، وموقع متخصص في تطبيقات الهواتف الذكية على نظام الأندرويد. شاركت في مسابقة 2013 اللي عدلت في تونس، منظمتها كانت شركة سامسونج، وبالتالي كانوا فما 300 مبرمج والحمد لله حصلت على الجائزة الثانية. هذا المجال في موريتان ما حد يبدأ ذلك في صناعة مجتمع مهتم به، وخصوصا الدولة راك عندها مشاريع بدور تعدل قطب تكنولوجي، والقطب التكنولوجي مديور منه ياك تأسوا شركات محلية ويجوا شركات أجنبية للبلد، والشركات الأجنبية للبلد نيهي ما يجبروا مجتمع ذوك ومهتم بهذا اللي ينقالوا الهاتف الذكي أو السمارت فون لاه يغير المكان وما هو لا يجينا. وبالتالي في هذا المجال مهم حتى في الموريتان، ومقد قاع شي قالوا العمل نشوف يعني اكثريه الستارت اب او الشركات الصغيره اصلا كانوا جايين من تطبيق على هاتف ذكي. نشوف المثل اللي شايع اركتي واتساب ملاها باعوا الفيسبوك وعاد اكسيونير فيه وعادوا عنده اسهم من ذاك الموقع. واختصارا نقول عنه مجال لا بد منه. مؤخرا مع مجموعة من الشباب نظمنا مسابقة
في ذا المجال، وهي تعود هي أول مسابقة في ذا المجال اللي تهتم بالتطبيقات الهواتف الذكية. وينقال له هاي المسابقة ينقال لها موري أب شالنج، ونهاية التسجيل فيها لا يعود يوم 15 نوفمبر 2014. وراجيتهم المجتمع اللي معلوماتي واللي عنده أفكار أنه يشارك في المسابقة ويحيي مجتمعهم مهتم بالتقنيات الجديدة. التجربة الشخصية في ذا المجال، أول عمل عدلته في ذا المجال تقريباً 2013 في المسابقة اللي ذكرت لكم في تونس من منظمتها سامسونج، وهي عبارة عن تطبيق يساعد الناس محتاجة. وبالتالي كل شخص مثلاً عنده التطبيق يقدر يعاون محتاج باللباس أو بالأكل، لا عنه يقول ذاك اللي عنده ونفهم له نعتوله أقرب مؤسسة أو تعاونية أو منظمة خيرية أحذى يجوا يقبوا من عنده هذه المساعدة. والتطبيقات الأخرى بالنسبة للبلد موريتان، آخر تطبيق عدلته كان في الانتخابات الرئاسية الماضية وحمل أكثر من 50 مرة، وهو عبارة عن تطبيق يعطيك باللحظة نتائج الانتخابات الرئاسية، وكنت المعلومات نقبضها من مصادر موثوق منها. وهذا المجال فيه ياسر من الأهمية، لما يتيحه له من فرص العمل، والثانية ما هي ذيك أنا كنت قد تجبر منه، والله الطريقة زينة. في صفحتنا الأخيرة لهذا العدد نشاهد معكم فيلما قصيرا قام بتأليفه وكتابته وإخراجه المخرج الإنجليزي نابليون رايان في أواخر العام 2008، والذي حقق نجاحا كبيرا وحصل على 3 جوائز عالمية. فيلم الثقب الأسود هو فيلم صامت قصير بفكرة بسيطة وعميقة في آن واحد. متابعة مريحة.
وصلنا لنهاية هذا العدد من مجلتكم التفاعلية ميديا تيك. لا تترددوا في مراسلتنا بملاحظاتكم وآرائكم والمواضيع التي تودون نقاشها أو عرضها أو تداولها هنا. شاركونا صوركم وخواطركم ضمن صفحات البرنامج التفاعلية ظاهرة على الشاشة. وإلى لقاء الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله.